صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا عند ابو كنزي في المنشية قدام كوانا اهو، والفحام هو الفرش بتاعه اهو على طول قدامه. كنت صورت لكم قبل كده عنده، بس كانت الحاجة ب10 طبعا مع الغلو، طبعا مع كل الدنيا غليت بقى ب12.5. فأي حاجة هوريها لكم هنا ب12.5. اول حاجه معانا هنبتدي بالمنظمات. بصوا والله حاجات حلوه قوي، شايفين ده؟ في منه الوان، ده باسكت كده في منه الوان، وده برضو باسكت اهو في منه الوان بتاعته، وخامته طبعا حلوه. بصوا خامته جامده وحلوه. في ده بتاع التلاجه اللي بيتحط جوه التلاجه وبيتفرد كده اهو، برضو ظريف قوي. وفي الرفيعين دول، كل اللي بقول لكم عليه ده ب12.5، حتى دي ب12.5، ممكن برضو دي ب12.5، وده اللي بايد ب12.5، وده ده حلو قوي برضو زي ما انتم شايفين، وفي منه الوان كتير ب12.5. في بتاعه المعالق دي، ايه هما دول الاثنين ب12.5؟ دول الاثنين ب12.5 مش الواحده. طيب وفي كمان الباسكت ده حلو قوي، ينفع للفاكهه الكلام ده كله ب12.5. شايفين المنظر ده؟ برده الرتان ده حلو ب12.5. هاتي برده دي برده ب12.5. الاثنين صح، الفرشه والجاروب ب12.5. معايا مشمش هنا، بسلم عليكم، ب12.5، وبرده ده ب12.5، والازايز دي، ودي الشرشوبه الغيار بتاعها. والله دي انا دي ب12.5. حلوه. انا دي جايباها ب25. الشرشوبه دي جايباها بخمسه، لسه جايباها ب25 ليه كده؟ جايبه دي بالظبط، حول الله يا رب. ماشي ب12.5. وده وده برده بتاع الغسيل المسح، والباسكتات دي، وده حطي فيه المشابك، حلو برضو ب12.5. المشابك نفسها الماجيك ب12.5، ودي برضو المساحة والفرشة بتاعة الأرض، دي حاجات التنظيف. تمام، احنا كده خلصنا حاجات التنظيف، كل الحاجات دي ناخد بالمرة كمان. ودول سعرهم ده مش عندك؟ ها، ده بقى كل حاجة بسعر. طيب دي 20 30 20 صح، 45. دي خرشة 45، وعنده اهو برضو. وده سعره كام؟ 25 خرشة. ده 25 خرشة، وده بتاع الجردل. تمام، عندنا بقى الحاجات اللي استلس دي برضو كلها ب12.5. ايه ده؟ 12.5، وفي كده ب15. ده ب12.5 ان شاء الله. ده 12.5. فين بقى اللي ب15؟ 15 الاثنين الكبار. الاثنين الكبار دي ب15 ودي ب15، كل ده ب12.5 زي ما انتم شايفين. اطباق بولات ده ب7.5، ده 7.5، وده ب12.5، ده ب12.5، على حسب التقل بقى، ده تقيل، وده ب12.5. ماشي تمام. والصينية الحلوة دي برضو ده ب7.5، والصغيرين دول بكام؟ 5 جنيه. 5 جنيه، وده 3 بـ10، وده 3 بـ10. طيب المعالق بقى 5 بـ12.5 و6 بـ12.5. الـ5 بـ12.5 وفي 6 بـ12.5، والصغنونة دي ب12.5 برضو ب12.5. تمام، معانا كمان المقص بالجراب بتاعه ده ب12.5. بصوا انا هقول بقى، مش هقول 12.5، هقول لكم ايه لو في حاجه متغيره هقول لكم. وده كمان المعروف ده، والسكاكين دي كلها برضو نفس السعر، وحبل الغسيل نفس السعر، الكنكه الصغننه دي نفس السعر، ودول اوائل اللي هم بتعملي بيهم الكحك، وكمان دي اللي هي بتمسحي بيها الازاز. عندنا بقى كمان العلب الثلاثه دول ب12.5، والواحده الكبيره دي ب12.5، دي ب12.5 الكبيره، والتلاته دول ب12.5، في منهم مدور، ودول الاثنين دول الغواط ب12.5. البرطمانات كمان عندنا برطمانات اهي شفافه، تمام، ودول البولتين دول ب12.5. البرطمان الكبير ده سعره ايه؟
12 ونص والاصغر منه ب 10 والاصغر منه ب 10 ودول ودول الطقم ب 12 ونص ب 4 ب 12 في ازاز لا بلاستيك وده ب 5 و 3 ب 10 ده ب 5 و 3 ب 10 تمام وبتاعه اللعب برضو دي نفس السعر ب 12 ونص في كمان دي نفس الحكايه 12 ونص لا هي دي الواحده ب 12 ونص الكبيره ب 12 ونص والصغيره ب 7 ونص والصغيره ب 7 ونص وصغيرين خالص 7 ونص دي ب 7 سوري دي ب 7 ونص تمام عندنا المقشره دي برضو نفس القصه طقم الفرش ده البرطمانات الصغننه دي برضو ده ايه الواحد ب 12 ونص ولا 3 ده مصنع ماكس ده مصنع ماكس فالواحد ب 12 ونص تمام عندنا الصبانات دي برضو اللي بتحط عليها الصابون الكبيره دي ب 12 ونص العلبه بتاعه علب التوابل دي برضو معانا معانا تمام الازايز البخاخات قصدي الفرش الجوانتي بتاع الحاجات الشيش طاووق دي وكمان المضرب ده ودي كمان اللي هي الرول ده والمقورة وكمان السكاكين دي والقوالب دي كمان كله ب 12 ونص زي ما انتوا 70 السكاكين دي كمان الماسك ده حلو مش خفيف على فكره برده ب 12 ونص الفرشه دي الفرشتين ولا الفرشه لا الفرشه الواحده ب 12 ونص الفوط كمان معانا الفرش الصغننه دي معانا هاجي لكم بقى الناحيه الثانيه واقول لكم بصوا كمان عشان لو في حاجه نسيتها العلب دي لا مش العلب اللانش بوكس معانا برده اللمامة وكمان القطاعة بتاعت اللي هي الليفت والجزر والكلام ده الاثنين مقورة ب 12 ونص وفي واحدة من دي ب 12 ونص على حسب يعني وده ايه؟ ده ايه ده؟ حامل السخن ده حامل سخن؟ ده حامل سخن ب 12 ونص كمان في عنده ده بتاع البهارات اتنين كده تحطي فيهم البهارات ب 12 ونص ده بقى التلاتة ب 12 ونص وده كمان المقاس ده التلاتة ب 12 ونص بتاعة المناديل دي معانا برضو نفس التمن كمان معانا الباسكت ده بالغطا بتاعه والمدق المدقه كمان ودي فراده العجين بصوا تفردي بيها العجين كده برده بنفس الطريقه تمام عشان الفيديو ما يطولش هكمل لكم فيديو تاني يا رب يكونوا عجبكم الفيديو ده وما تنسيش اللايك وانتظروا الجزء التاني.